محمد سعيد له طلب عندكم يا شيخ، يقول أرغب من فضيلة الشيخ عبد الله أن يتحدث وينصح أيضا عن إيجابيات التعدد. هذا بيحرجك يا شيخ. لا ما هو ما في حرج، لكن التعدد يا إخواني أنا أشوف أن في هذا العصر ضروري، لكني أشوف ضروري بالمطلقات والأرامل والعوانس الكبار. أي نعم والعوانس. أما بعض شباننا الآن وبعض الناس اللي يقولون لا والله ما أخذ إلا 17 والله ما أخذ إلا 20 شرط ويبي يعدد، والله نقول له يا أخي لازم أنك تفضل لنفسك وتشوف قدرتك على التعدد وتهتم. حتى إخواننا الذين يريدون الآن أن يعددوا بالمطلقات نقول له لابد يا أخي أن توازن. يا شيخ جايني واحد راتبه 4500 ومع زوجتين ويبي ثالثة، طيب كيف تعمل؟ عندك سكن؟ قال لا بس تأجر لها وبس. وقلت يا ولدي طيب خذ لك مدرسة، خذ لك موظفة تخفف عليك. اي نعم تساعدك. عندنا موظفات الآن في وزارات التعليم وزارات الصحة وغيرها وفي الشركات مستعدات تعاونا مع الزوج أكيد. الصالح اللي بيكرمها ويحترمها ويحترم أهلها. فبعض الناس لا ما عنده تخطيط ويبي يعدد ويبي يجمع هالحريم ولا ينفق، عرفتنا طويل العمر ومستعد يخاصم كل يوم، هذا ما يصلح التعدد. تعدد يا أخي أنت ستأخذ هذه البنت، لابد أن تستعد للقيام بحقوقها وحقوق زوجتك الأولى اللي هي مديرة الشركة اللي معك ومع عيالك اللي خادمتك وحافظة بيتك. إذا أنت بنت بقادر تنفق عليها تروح تجيب ثانية؟ والله بعض الناس يا شيخ خبل ها؟ يعني الإنسان المفروض أنه على ما يقولون يمد رجله على قدر الحافه ويوازي. الحافة ويوازي نعم يوازي. أنت بتجيب لك زوجة معناها في تبعات بتجي. صحيح عندك قدرة الله يعينك. نعم.